السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في أبها والسحب إن شاء الله يجينا مطر. اليوم موضوعي بسيط، اللي هو إن لم يكن لديك طاقة لعمل شيء ما فلا داعي أن تدخل فيه. يعني مثلا اللي يبغى يبدأ تجارة، في شاب صغير سأل تاجر كبير في الغرب، قال له أبغى أتعلم كيف أصير تاجر زيك، أنت الآن تاجر عملاق، أبغى أشوف الطريقة. قال له تاجر أبشر على خشمي، قابلني عند البحر. المهم تقابل هو عند البحر، جاء التاجر فصخ ملابسه وبقي بالشورت، قال الولد يعني خليك زي عشان ننزل البحر نسبح. ونزلوا الاثنين يسبحون في البحر. يوم وصلوا البحر نقطة معينة، وصل الموية إلى هذا المكان، مسك التاجر بشعر الولد ونزله في الموية، والولد يفضفض يبغى يطلع يتنفس ما خلاه، بعدين فكه. أخذ الولد نفس كذا ورجع مرة ثانية مسكه وغطس وغطس إلى درجة أنه بغى يموت، كاد أن يغمى عليه، يعني كاد خلاص ينتهي الولد من شدة نقص الأكسجين. المهم يوم كاد الولد أن يموت فكه، فطلع الولد يبغى يتنفس ويتمسك بذاك وزعلان ومدري إيش، بغى تقتلني بغى تقتلني. قالوا لا، أنا أبغى أعطيك درس، إن لم يكن حبك للتجارة وإصرارك عليها ولديك هدف واضح ومركز عليها وتعمل في نفس الطريق بنفس القوة التي تحتاج فيها الأكسجين يوم تغرقان، فلن تنجح في التجارة. ولذلك أقول لكم، اللي ما يركز في نقطة محددة بنفس الطاقة كأنه بيموت لن ينجح. أنا أول واحد متشتت قبلكم، أنا أول واحد متشتت وأشتغل هنا وهنا وهنا. ولذلك يمكن تبرز في شيء محدد، حتى تبرز في شيء محدد لازم تركز عليه بالذات، ويكون عندك هدف وتتخيل النجاح. يقول هذا التاجر لم أكن أنام إلا ساعتين في اليوم لمدة 10 سنوات حتى أصبحت هذا التاجر. ولذلك كل اللي يبغى يصير تاجر ويبغى ينجح في أي شيء في الحياة يجب أن يركز عليه كمثل الطاقة التي يحتاجها عندما كان يبغى يتنفس. إن لم تحمل هذا الشعور فلن تنجح في تجارة. لا تتوقع التجارة اللي عندنا الآن هم تجار ناجحين، لا، هم ركبوا موجة الدولة وفلوس. التجارة الحقيقية اللي تبدأ من دول فقيرة، الناس العصاميين، صح عندنا في تنافس عالي، لكن كل من يعتمد على مشاريع الدولة فإن الدولة أمورها ميسرة وترشي وتمشي الأمور، ما عندك مشكلة. لكن الآن مع النظام الجديد، مع تغيرات الدولة، مع التحولات، لن يبقى إلا الناجحون حقيقة، لن يبقى إلا المفكرين حقيقة. ولذلك نقول هي فرصة، لكن تحتاج إصرار قوي جدا منا جميعا إن شاء الله لهذا العمل، ونصل لهذا الهدف بحول الله. شدوا حيلكم ولا بد تشعر بهذا الشعور حتى تنجح بإذن الله.